أهلا بكم. قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت إن التظاهرات في العراق يقودها شباب بعيدون عن أي مصالح حزبية أو تدخلات أجنبية، ويرغبون بإسماع أصواتهم والإدلاء بآرائهم عن الإحباط العام وتدهور الأوضاع الاقتصادية في بلدهم وغياب أفق سياسي واجتماعي في العراق. وأكدت بلاسخارت في إحاطتها الخاصة عن التظاهرات في العراق أمام مجلس الأمن الدولي أن هؤلاء المتظاهرين يدفعون أثماناً يصعب تخيلها منذ بداية تشرين الأول، حيث قتل مئات المتظاهرين وجرح الآلاف منهم. أما الخارجية الفرنسية فقد قالت إن فرنسا تولي اهتمامها بالوضع في العراق والتظاهرات التي شهدتها بغداد والمحافظات الأخرى في جنوب البلاد، وإنها تؤيد التظاهرات العراقية السلمية. كما شجبت الخارجيتان الكندية والألمانية العنف المفرط ضد التظاهرات في العراق، كما لم تستبعد أيضا المفوضية الأوروبية فرض عقوبات على مسؤولين حكوميين في العراق قمعوا التظاهرات. التفاعل الدولي مع التظاهرات في العراق هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما الذي أجبر المجتمع الدولي وقواه الفاعلة على هذا التفاعل الكبير مع التظاهرات في العراق والمطالبة بإسقاط العملية السياسية وأحزابها؟ وما الذي سيحدثه هذا الاهتمام والتفاعل الدولي اللافت بتظاهرات العراق لجهة مسارها ونتائجها وأهدافها الوطنية؟ وهل يتوقع أن تغير القوى الدولية من موقفها الداعم للعملية السياسية وقواها بعد المجازر الكبيرة التي تعرض لها المتظاهرون السلميون برصاص قوات الأمن والميليشيات؟ ولماذا تستمر القوات الحكومية والميليشيات في قتل المتظاهرين يوميا بعد تصاعد الاستياء والغضب الدولي من هذا العنف الدموي المفرط؟ وهل يعد هذا الاهتمام والتفاعل الدولي الكبير مع التظاهرات انتصارا مهما لثورة تشرين ولدماء شهدائها؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، لقاء مكي. صوت متظاهري ثورة تشرين في العراق يدوي بأروقة المجتمع الدولي بعد أكثر من شهرين مرت بعمر الثورة وسقط فيها مئات الشهداء والجرحى. صمت المجتمع الدولي طويلاً ونطق أخيراً: إدانات دولية علنية لاستخدام القوة المميتة ضد متظاهري العراق. تحول دولي في الموقف مثلته إحاطة الممثلة الأممية في العراق جنين هينس بلاسخارت بشأن ثورة تشرين، فبعد خطابها المتماهي مع توجهات حكومة بغداد شددت من لهجتها وحملت الحكومة مسؤولية قتل المتظاهرين وتردي الواقع العراقي. كل ذلك جاء بفعل الضغوط الشعبية العراقية واستمرار الثورة في مسار سلمي قطع كل ذرائع تشويهها وتحوير مطالبها. الموقف الدولي الذي يحمل تعاطفاً مع تظاهرات العراق يفتقر حتى الآن لتحرك عملي يتجاوز حسابات الدول الكبرى التي تتحرك وفق مصالحها بعيداً عن البعد الإنساني أو الأخلاقي. هو المجتمع الدولي نفسه الذي يتحمل مسؤولية نكبة العراق بصمته أو تواطؤه مع الغزو الأمريكي والهيمنة الإيرانية، وربما برأي العراقيين مطالب بتكفير ذنبه عندما ساهم في إفشاء الوباء السياسي في العراق. بطبيعة الحال العراقيون تظاهروا وهم يائسون من التحرك الدولي العادل تجاه قضيتهم، وتظاهراتهم انفجرت في ظرف سياسي دولي وأقليمي يقف بوجه تطلعات شعوب المنطقة. لكن وعيهم السياسي وتعلمهم من التجارب السابقة جعلهم يؤمنون بقدرة الشعوب على تحقيق مطالبها وإرغام المجتمع الدولي على احترام هذه المطالب والتفاعل الإيجابي معها بما يتناسب مع قوة الثورة وحصانتها من الاختراق أو التحوير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي ستبحث في الاهتمام والتفاعل الدولي مع التظاهرات في العراق. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق. وسيكون معنا عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة الدكتور لقاء مكي، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. نبدأ مع دكتور رافع. دكتور، هناك اهتمام لافت وتفاعل دولي كبير سواء من الأمم المتحدة أو من القوى الدولية الأخرى الفاعلة بالتظاهرات الجارية في العراق لأكثر من شهرين،
وما طبعا يتخللها من مجازر، وآخرها كان يوم أمس في يعني بغداد. ما الذي يجعل المجتمع الدولي وقواه تبدي كل هذا الاهتمام بعد طول صمت أو عدم اهتمام إذا صح التعبير خلال الشهرين الماضيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، بداية لابد من القول ضروري أن نقول نعم أن من استدعى الاهتمام الدولي والإقليمي بثورة العراقيين بتظاهراتهم سميها ما شئت هو ثوارنا في الصمت. نعم. الذين خرجوا ضد هذا الفساد، ضد هذا الخراب، لاستعادة بلدهم من أسره. هذه الحقيقة. هؤلاء الشباب الذين ضحوا بدمائهم من 1 تشرين لحد الآن هم الذين أجبروا العالم على إعادة النظر، على تسليط الضوء على ما يجري في العراق مرة أخرى. العراق منذ عام 2003 لحد هذه التظاهرات عندما بدأت في 1 تشرين كان قد دفع إلى الظلمة بقوة، ووصل الحال سنوات عديدة قبل هذا التاريخ كان العراق لا يذكر حتى في نشرات الأخبار في كل الفضائيات، ربما يأتي ذكره عرضا لكن لا أحد يذكره لسنوات، على الأقل 5-6 سنوات التي مضت كان العراق قد انتهوا من ذكره وانتهت قصة العراق، وكأن العراق قد يعني رضي بما قسمته له أمريكا، ما صيرته أمريكا من نظام سياسي، وأمريكا تتحدث عن أنه نظام ديمقراطي، وعدا فترة قالوا يعني محاربة الإرهاب كان. لكن هذه التظاهرات أعادت للعراق مكانته في العالم، أعادت تسليط الضوء على العراق، سحبت العراق إلى الضوء. الشباب، هؤلاء الشباب الذين ضحوا بدمائهم، الذين يعني قتل منهم مئات، جرح آلاف لحد الآن، يعني نحن نتحدث عن 21,000 بين قتيل وجريح، بين شهيد وجريح. هؤلاء ألف شهيد إذا مو أكثر. نعم. هؤلاء هم الذين سحبوا قضية العراق مرة أخرى، ملف العراق فتح مرة أخرى أمام كل العالم. لذلك بدأت يعني حتى عندما بدأت التظاهر ونزلت ممثلة الأمين العام إلى ساحة التظاهر لم تكن تبدي هذا الاهتمام، بالعكس يعني كانت خطابها الأول، كان بيانها الأول كان مع الحكومة، مع قوات الأمن ضد المتظاهرين، كانت تدعو المتظاهرين إلى التفاهم وإلى التفاوض، وكانت تراه ربما عبثا، وكانت جزء يعبر وكأنها كانت لسان حال الحكومة. لذلك كان حتى مجموع يعني كل الثوار كانوا قد رفضوا خطابها، واستاء، هناك استياء طبعا، استياء كامل من خطابها، لكن بعد إصرارهم، بعد ثباتهم على الساحة، بعد التضحيات الكبيرة، بعد قدرتهم على التعبير عن ثورتهم بسلمية، وهذه السلمية هي جزء من السمة العامة التي تتصف بها هذه الثورة، بالرغم مما يتعرض له المتظاهرون من مجازر. نعم، مجازر نعم. كبيرة جدا جدا، مجازر هائلة، نتحدث عن هذا الرقم 21,000، رقم هائل، هذا في حروب ربما لا يحدث هذا الرقم. فهذا الذي استدعى تغيير الخطاب، بدأ العالم يعني يتلمس، يرى من جديد ما هذا الذي يجري في العراق، أين هذه الديمقراطية التي ادعوا أنها قد بنيت بالعراق، أن التجربة هذه المزدهرة، أين هذه الحكومات التي تدعي أنها برلمانية ومنتخبة، وبالتالي حتى لآخر انتخابات جرت، يعني دعني أعود مرة أخرى لآخر انتخابات جرت في عام 2018، جرت في وقت كان أكثر من 82% من الذين يحق لهم التصويت قد قاطعوها من العراقيين، لكن لم تهتم لا وسائل الإعلام الخارجية الأجنبية، ولم تهتم الدول بهذه المقاطعة، بل ذهب اهتمامها كله إلى 18% التي انتخبت، يقال أنها انتخبت رغم التزوير، رغم الاعتراف بالتزوير، رغم هذه القوى السياسية التي شاركت في هذه الانتخابات. نعم. نسمى بالانتخابات يعني تبادلت التهم في أنها زورت وحرقوا صناديق اقتراع كثيرة، وبالتالي خرجت هذه الحكومة. نعم. بتوافق أمريكي إيراني، بتوافق قوى ميليشياوية، وبالتالي خرجت هذه الحكومة، وكان التأييد لها، وكانوا يعدون بأن هذه الحكومة حكومة تختلف عن الحكومات الأخريات التي جاءت من عام 2003، ستحقق قفزة في العراق، ستحقق تطور في العراق، ولم يهتموا لغاية خروج هذه التظاهرات، بدء هذه الثورة،
الصورة قد تغيرت مع مرور الأيام، والصورة تتغير يوما بعد آخر للوصول إلى حتى مع القوى الدولية التي كانت تدعم العملية السياسية، هناك مواقف الآن مختلفة. نعم، لا يمكن أن يستمروا في دعمهم لحالة سنتحدث مشوهة شاذة غريبة لا يمكن دعمها، عن إمكانية أيضا أن تغير القوى الدولية التي دعمت العملية السياسية وهذا المشروع بعد قضية التظاهرات والمجازر. دكتور عبد الحميد العاني، على ذكر أيضا المندوبة أو ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت ونزولها إلى ساحة التظاهرات، وكانت تصريحات الحقيقة يعني أثارت الاستياء والغضب من الرأي العام في العراق وأيضا المتظاهرين. في إحاطتها كان هناك طبعا ثناء على الإحاطة اللي قدمتها في جلسة مجلس الأمن الخاصة، لكن في بيان الهيئة قد يستشف أنه هذه الحقيقة، يعني خليني أقتبس من بيان الهيئة، يقول البيان أنه هذه الإحاطة الدورية وإن كانت قد لامست بعض أوجاع ومآسي العراقيين في وقت محدود لا يتجاوز الشهرين، إلا أنها لم تكن لتأتي بهذا القدر من الإيجابية المحسوبة بدقة لولا إصرار الشعب العراقي على إسماع صوته للعالم أجمع، ولولا الضغوط التي مارستها القوى الوطنية والشعبية على ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لإيصال الحقائق يعني كما هي. هل كنتم تأملون كقوى وطنية ومنها هيئة علماء المسلمين أن تكون الإحاطة بشكل أرقى ترقى إلى ما يجري؟ هل كانت ليست بالمستوى يعني الذي تطمحون إليه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني لابد من الإشارة إلى أنه هذه الإحاطة قد فيها تحسن قياسا إلى التقرير الأول. نعم. الذي بالمناسبة أيضا كان لنا بيان في هيئة علماء المسلمين ضد ذلك التقرير، وهذا البيان الذي استنكرنا فيه تلك التصريحات التي أعقبت زيارتها لساحة التحرير. نعم. وصلت إلى كل المستويات وإلى عدة جهات، وربما كان لها ضمن قوى وطنية عديدة كان لها الأثر الكبير في نوع إحداث نوع من التغيير في مثل هذا الخطاب. أما سؤالك هل نأمل شيء، يعني المفروض أن المنظمة الأممية هذه والمجتمع الدولي عموما هو الإرادة الأولى والأخيرة هي للشعب، والمفروض أنه هنا يتحدث عن واقع حقيقي بدون مجاملات سياسية. الإحاطة هنا نرى فيها نوع كبير من الإحاطة المجاملات السياسية التي هي تليق أو ربما معقول أو متفهم أن تصدر من قبل دول، لأن هنالك مصالح بين هذه الدول، فربما يصدر مثل هذه المجاملات. فيفترض كان أنه هذه الإحاطة تكون كما هو الواقع، يعني تتحدث عن واقع من غير مجاملات. فلكن نحن يعني رغم أننا ذكرنا أنها أو أشرنا إلى مثل هذا الأمر، إلا أننا لا نزال نطمح وتطمح الجماهير إلى أن يكون هنالك موقف حقيقي للمجتمع الدولي. نأمل أنه يكون هذه الإحاطة التي تغيرت أنه يكون أيضا إيجابية قادمة أكثر. والمهم في هذا ماذا يبنى على مثل هذه الإحاطة، يعني هل ستغير المنظمة الأممية والدول الدائمة العضوية وغيرها، هل ستغير من مواقفها أم نكتفي فقط بهذه الاستنكارات والشجب وغيرها؟ طبعا هو مطلوب مثل هذا الموقف. نعم. تغيير الموقف في على الأقل رفع الدعم عن هذا النظام بفساده وغيره، لكن نأمل أنه يكون هنالك موقف آخر يتحقق به ما يصبو إليه الشعب العراقي. نعم دكتور، لقاء مكي، مساء الخير أولا. مساء النور يا هلا. هناك احتفاء، هناك تعويل كبير على ردود الفعل الدولية تجاه التظاهرات في العراق، طبعا ردود الأفعال التي تصاعدت خلال اليومين أو الأسبوع الماضي، سواء من الأمم المتحدة إحاطة ممثلتها في العراق أو البيانات التي تصدر عن حكومات، يعني خاصة حكومات لقوى فاعلة، الخارجية الألمانية، الخارجية الكندية، الخارجية الفرنسية، والآن أيضا خبر عاجل أن مفوضة الاتحاد الأوروبي في خبر عاجل أنها المفوضية والاتحاد الأوروبي لا يستبعد فرض عقوبات على مسؤولين قمعوا التظاهرات. لماذا كل هذا الاحتفاء أو التفاؤل
بردود الفعل الدولية تجاه التظاهرات في العراق؟ نعم، شكرا لكم قناة الرافدين ولضيفيك الكريمين. اولا هذه الالتفاتة الدولية. دكتور اولا اهلا بك، يعني اثنين يبدو عندنا مشكلة بالصوت، اذا تغير مكانك عسى ان يصلنا الصوت بشكل انقى بشكل اوضح اذا سمحت. لحظة واحدة خليني. تفضل. الان افضل؟ افضل، تفضل. طيب، هو حقيقة احنا علينا ان ندرك ان لا احد يستطيع الحصول على دعم مجاني من العالم. هناك قدر كبير من التواطؤ مع النظام في بغداد من قبل جميع القوى الإقليمية والدولية. نعم. وهنا أؤكد جميع القوى الإقليمية والدولية. طبعا بقدر يعني محدد من التواطؤ يكبر أو يصغر، ولكن يصل إلى حد يعني السماح لهذا النظام بعمل ما يشاء، والدليل على ذلك أنه سمح لهذا النظام بالتمادي في الفساد وفي قمع الحريات وفي الاعتقالات وفي المجازر التي مارسها ضد عدد كبير من السكان في العراق، لا سيما في محافظات الوسط والشمال، سواء قبل ظهور تنظيم داعش أو بعد ذلك. كل هذه كانت تجري بعلم ومرأة على مرأة من المجتمع الدولي، وكانت الولايات المتحدة موجودة في العراق وعلاقاتها لم تنقطع ولم تتأثر، ولم يصدر عن الأمريكيين أي شيء يتعلق بمصير آلاف العراقيين المغيبين، المناطق التي أبعد منها الناس ولم يعودوا لها أو لم يسمح لهم بالعودة، التغيير الديموغرافي الذي كان يحصل على قدم وساق، حتى الوجود الإيراني في العراق، النفوذ الإيراني هو لم يكن ليتم بدون تواطؤ أمريكي مباشر ومعروف وواضح أيضا، وكان بعلم ودراية الولايات المتحدة سواء في عهد بوش أو أوباما أو حتى ترامب. ما يجري الآن هو في الحقيقة لا أقول صح ومتأخرة، هو اضطرار من قبل المجتمع الدولي للتعامل مع هذه المظاهرات السلمية بطريقة لا يمكن له أن يقوم بسواها. يعني لو كان هناك أي خيار آخر للمجتمع، الكثير من الدول العالمية، لا أقول الجميع، لكثير من الدول لا سيما في الغرب ربما لاختارته، بما في ذلك الصمت. لكن الصمت في مثل هذه الحالة هو تواطؤ، وبالتالي اختاروا طريق تأييد التظاهرات السلمية وحقوق الشعب العراقي بالتظاهر أو بالاحتجاج، ليس أكثر. الآن إذا لاحظنا خلال يومين الأخيرين كان هناك قدر من الضغوط لا سيما بعد حادثة الأمس، والسبب أن حادثة الأمس كانت حادثة يعني حقيقة لا يمكن التعامل معها بأي قدر من التغاضي، لأن الأمر يتعلق بعمليات يعني اعتداء مباشرة وواضحة ومسجلة بالفيديو صورة وصوت، وعلى مرأة يعني بينه وبين المنطقة الخضراء فقط الجسر، ومع ذلك جرت. يعني لا يمكن الحديث هنا لا عن يعني جماعات مجهولة ولا عن طرف ثالث ولا عن فلسطين. فبالتالي كان هناك يعني إدراس للمجتمع الدولي، ولا سيما احنا في عصر الإنترنت وكل الأخبار كل ساعة بأول ولا يمكن. دكتور خلي إذا سمحت تمام نرجع وياك، ما دام أثرت نقطة أنه هذا النظام ارتكب الكثير من المذابح أو المجازر في السابق على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، طبعا الحقيقة ليس فقط على مرمى ومسمع، وإنما كان هناك دعم، هناك تحالف دولي كان يدعم هذه الميليشيات بكل ما ارتكبتها من مجازر، اعتقالات، تهجير، تطهير عرقي، تغيير ديموغرافي وما إلى ذلك. لماذا في السابق كانت هذه الأعمال، وهي طبعا أكبر بآلاف المرات مما جرى مع التظاهرات الآن، تحظى بالصمت أو بالدعم أو بالتفهم لما يجري، ولماذا الآن ثمة اعتراض وصوت عالي ضد
الميليشيات ضد النظام ضد الحكومة. الآن هناك أصوات عالية، لماذا الآن اعتراض وفي السابق قبول وصمت ودعم؟ شوف، أولا خلينا نتجاوز أي نظرية من نظريات المؤامرة، لأنه بالحقيقة يعني نفس المجتمع الدولي اللي شفناه خلال اليومين الأخيرين يرفع صوته كان صامت خلال يعني أسابيع كاملة من بداية الظهر. نعم. ما ارتكبته أولا، حضرتك ذكرت أن بعض الدول كانت متواطئة مع النظام أو مع الميليشيات وربما شاركتها في عمليات القصف، وبالتالي يعني هذا مفهوم أنها كانت جزءا من عملية القمع تحت ستار محاربة الإرهاب. نعم. وهذه مسألة مكافحة الإرهاب كانت في الواقع شماعة يعلق عليها جميع عمليات القمع والاضطهاد، وأيضا هي وسيلة لإسكات أي صوت من دول العالم على الأقل أو حتى في الداخل تعترض على مثل هذه العمليات، باعتبار أن ما يجري هو عمليات دفاع أو عمليات يعني مكافحة للإرهاب مشروعة، يعني وأي يعني أي معارضة لها قد تؤخذ على أنها دعم. الشيء الآخر أن عمليات القمع كانت تجري بشكل لا أقول متكتم، لكنه بالتأكيد كان يجري تحت الستار أو تحت شعار الدولة وشرعيتها، بمعنى أن الدولة نفسها كانت تقوم بالعملية ومؤسساتها الرسمية، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يعترض. الشيء الثالث أن هذه المحافظات التي يعني كانت ضحية لهذه العمليات القمع، نعم، في الواقع لم يجري فيها نفس النمط من الاحتجاج السلمي طويل الأمد. طول فترة الاحتجاجات وعمليات إزامة الزخم بشكل مستمر، هذه كانت تدفع المجتمع الدولي باستمرار وكل يوم، والوسائل الإعلام تحديدا، إلى الاضطرار، أقول الاضطرار لبعض وسائل الإعلام حتى في الإقليم لم تكن يعني هاوية كثير أنه تغطي الموضوع، يعني كانت تتمنى انتهاء المظاهرات بسرعة كي لا تضطر إلى التغطية لسبب أو لآخر. بالتالي استمرار الزخم المظاهرات أجبر وسائل الإعلام على التغطية في المنطقة وفي العالم، وبالتالي أيضا أوصل الصوت إلى المجتمع الدولي وأصبحت القضية معروفة. هذا استمرار الزخم لم يحصل في المحافظات الأخرى، نعم، في الحالات اللي ذكرناها، كما أن العلاقات العامة للمجتمع المدني والمنظمات حقوق الإنسان لم تكن بالمستوى المطلوب، نعم، لم تكن قادر على إيصال الصوت الحقيقي إلى المجتمع الدولي بشكل كبير، ولم يكن هناك لوبي، لم تتمكن من تشكيل لوبي في الغرب، بالتالي لم يكن هناك اهتمام، لأن هناك حالات كثيرة في الواقع الغرب. نعم. يعني دكتور استأذن من عندك، استأذن من عندك لأن مضطر نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش معك ومع بقية الضيوف هنا في الاستوديو. إذا المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش هنا في طاولة حوار عن ردود الفعل الدولية تجاه التظاهرات السلمية في العراق. ابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في ردود الفعل الدولية التفاعل والاهتمام الدولي بالتظاهرات السلمية في العراق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، دكتور عبد الحميد العاني، والدكتور لقاء مكي معنا طبعا من العاصمة القطرية الدوحة. دكتور، ما دون نتحدث عن هناك اهتمام دولي تفاعل دولي بالتظاهرات الآن في العراق، خلال اليومين الماضيين كانت هناك
إعلانات من الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على قارة الميليشيات الذين يقمعون هذه التظاهرات. الاتحاد الأوروبي قبل ساعة يتحدث أنه لا يستبعد أن يفرض عقوبات على مسؤولين في العراق يقمعون التظاهرات. أيضا هذه مما يتفائل بها في إطار ردود الفعل الدولية الإيجابية تجاه التظاهرات في العراق. أستاذ ماجد، علينا يعني أولا دعني فقط أضيف على ما قال الدكتور لقاء وأعقب عليه. نعم. بشكل سريع بالنسبة لهذه التظاهرات، بالنسبة للتظاهرات السابقة، العراق أهل العراق يتظاهرون من عام 2003 لغاية هذه التظاهرات. نعم. الأخيرة لم تنقطع التظاهرات في كل مكان، واستمراريتها ربما يعني الناس خرجت واعتصمت لمدة سنة في محافظات. نعم. وفي الحويجة وغيرها، وكانوا يواجهوها بغير شكل، لكن كان النفس طائفي، نفس سياسات أخرى، الوضع الأمريكي كان العصا الأمريكية غير شكل، ربما يعني خلت الأمور بهذا الشكل. لكن دعني أقول أولا أنه طوال هذه الفترة إذا كنا نتحدث عن عقوبات الآن أمريكية ضد قادة لميليشيات، نعم نحن نفرح جدا، والتظاهرات يجب أن تفرح، لأنه هذا هؤلاء المجموعة من اللي تقصدتهم هذه العقوبات هم قادة لميليشيات ومعادين للتظاهرات، معادين للثورة، معادين، وارتكبوا جرائم من 1 تشرين أول، من 1 أكتوبر لحد الآن بحق المتظاهرين، وما زالوا يهاجمون لحد يوم أمس. لكن علينا أن يعني نحدد بالضبط أنه الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى العراق من خلال سياستها مع إيران، هذه يجب أن نعترف بها. دائما ما كانت التصريحات الإيرانية الأمريكية ليست عن حقوق العراقيين، وليست لأنه العراق بلد غير ديمقراطي، غير حر، مسلوب منه الوطن، لحد هذه آخر تصريحات تركنا منها، لكن التصريحات السابقة كلها اللي مضت كانت تتحدث عن العراق من خلال السياسة يعني هذه المماحكة الأمريكية الإيرانية، فكان الحديث يجري عن التغول الإيراني في العراق. نعم. والتغول الإيراني في العراق جرى من عام 2003 لغاية الآن تحت المظلة الأمريكية وبالتخادم الأمريكي الإيراني، هذا يجب أن نقولها. يعني إيران لم تكن لتدخل العراق وتتغول بهذه الطريقة لولا المظلة الأمريكية. نعم. أمريكا كانت تشتم الميليشيات وطائراتها تحمي حركة الميليشيات في كل معاركها. نعم. هذه الحقيقة. والتسليح الأمريكي لكل الميليشيات كان يجري عبر الحكومة العراقية، وكانت تعرف أمريكا تعرف أنه هذه الأسلحة ذاهبة إلى هذه الميليشيات وهذه العصابات، هذه حقيقة الآن. لكن وأعود مرة أخرى وأقول أن التظاهرات هذه هي من أجبرت هؤلاء الثوار بالتضحيات التي قدموها، بإصرارهم، بوطنيتهم، بالهوية العراقية الواحدة اللي خرجوا بها، بعدم طائفيتهم، بثباتهم على أهدافهم، بهذا الكم الهائل من الإصرار على إزالة كل هذا السواد اللي يحيط بالعراق واللي يأكل حياة العراقيين واستعادة وطنهم. هذا اللي أجبر كل دول الدنيا وبما فيها منظمة الأمم المتحدة وبما فيها حتى الولايات المتحدة أن تعيد مرة أخرى لتقييم الوضع وإبداء التعاطف تدريجياً مع هذه التظاهرات، وهذا سيزداد مع الثبات، مع الاستقرار، مع استقرار هذه، مع تعمق هذه التظاهرات، مع قدرتها على مواجهة كل الضغوطات التي يعني تحيط بها من 8 أسابيع لحد الآن. ضباع الحكومة والعملية السياسية وميليشياتها تتربص بهذه التظاهرات، ولم يمضي يوم واحد لم يمضي من 1 تشرين لغاية الآن، لم يمضي يوم واحد لم تشن هذه القوى الحكومية والميليشياوية هجوما على المتظاهرين، لم يجري هذا. ووصولا إلى ما جرى في الناصرية، هنا كانت ربما الورقة التي يعني تغير الموقف جزئيا، أعداد القتلى بشكل هائل انتقلت إلى بغداد مرة أخرى يوم أمس وقبلها، هذا كله أدى إلى أن تتغير أو بداية تغير التعاطي الدولي والإقليمي مع العراق. الإقليمي ربما لحد الآن
لم نلمس من الدول العربية ولا حتى الجامعة العربية صمت القبور، هذه يجب أن نعترف بها. هذه الجامعة العربية التي صدعت رؤوسنا بحفاظ على الوحدة العربية وسعيها إلى الآن صامت صمت القبور لا تتحدث. الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت كثيرا عن تظاهرات مثلا هونغ كونغ، خذ نعم، كيف وسائل الإعلام الأمريكية والسياسة الأمريكية كيف تعاملت مع تظاهرات هونغ كونغ، تعامل مختلف. لكن ما جرى في العراق أضعاف ما جرى في هونغ كونغ وفي أي دولة في العالم، وأعداد الضحايا الذين سقطوا ويسقطون يوميا يعني أضعاف ما لا يمكن مقارنته. لكن مع ذلك كان الصمت يعني وترقب، وحتى التصريحات كانت باستحياء شديد. لغاية هاي اليومين اللي نتحدث عنها ربما زادت، وهذا كله يعود إلى سبب رئيسي هو الثوار نفسهم والقوى الداعمة لهم التي تدعم هذا الوجود وتحاول أن تظهر صورتهم شيئا فشيئا. ومرة أخرى أقول الفضل لهؤلاء الثوار الذين نعم. سحبوا العراق إلى تحت الضوء من هذه النقطة. دكتور عبد الحميد العاني، يعني هذه المواقف الدولية اللافتة والمهتمة الحقيقة وكبيرة بالتظاهرات في العراق وما يتعرض له المتظاهرون من مجازر ومذابح واعتقالات واغتيالات، يعني يحتفى به منجز فقط جيد وصلنا إلى هذه النقطة، أم هو عتبة يمكن البناء عليه ويمكن أن يتطور في الأيام والمرحلة القادمة يتقدم أكثر؟ بالعكس، هو هذا المطلوب، لأنه نعم. عدم المراوحة في المكان، المراوحة في المكان ربما ستسمح للطرف المقابل أحزاب السلطة وميليشياتها والخارج اللي هي إيران بمحاولة الالتفاف واستطاعة القضاء على هذه التظاهرات لا سمح الله تعالى، وهو ما يسعون إليه. لذلك هذا الحراك الجماهيري لا بد أولا أن يكون هنالك تطور في عدة اتجاهات، تطور ميداني على سبيل الحراك نفسه، دعم إدامة الزخم، توسعة هذه التظاهرات، المشاركة فيه جماهيريا شرائح أكثر، وثانيا وهو الأهم أنه يكون هذه التظاهرات تفرز نتائج، لأنه التظاهرات الثورة هي وسيلة وليست غاية. فماذا ستفرز هذه التظاهرات من نتائج سياسية حتى تكون أيضا خطوة لتحقيق المشروع الوطني البديل؟ الثوار الآن المتظاهرون هم يريدون إزالة هذا النظام لإيجاد البديل، فكيف يوجد هذا البديل؟ لا بد من إيجاد خطوات لاحقة. وأعتقد يعني كما نرى ونتابع ونراقب أنه القوى الوطنية والتنسيقيات في الساحة هنالك من خلال بياناتهم وما يصدر عنهم هنالك تجهيز واستعداد لمثل هذه الخطوات، بل حتى في هذه البيانات هنالك رسائل قوية للمجتمع الدولي للشعب العراقي في هذا الاتجاه، وهو هي رسائل أيضا صحيحة. وأعتقد يعني أيضا من الخطأ أنه نستعجل، ربما يعني استعجال، ربما نطالب هؤلاء الجماهير أو المتظاهرين بإخراج أشياء غير ناضجة ربما لا تؤتي تلك الثمار المرجوة. نعم دكتور، لقاء مكي على الرغم من هذا الغضب أو السخط أو الاهتمام الدولي مما يجري في العراق وما يتعرض له المتظاهرون من قتل، تحذير من قبل حكومات، تحذير المنظمات الحقوقية الدولية، هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية وغيرها، لكن لحد الآن دوامة القتل ما زالت مستمرة. في الناصرية قبل نحو أسبوع 70 شهيد، يوم أمس في الخلاني حوالي 50 شهيد أو أكثر. الميليشيات مستمرة بعملية القتل للمتظاهرين، طبعا اغتيالات وخطف يعني بشكل يومي للناشطين في التظاهرات. يعني هذه الميليشيات لما هي مطمئنة؟ إلى أي جدار مستندة في عملية مواصلة القتل هذه يعني وسفك دماء المتظاهرين؟ نعم، أنا أعتقد أن هذه المجازر أو عمليات الاستهداف لن تنتهي، ما لها علاقة بالتحذيرات الدولية، لسبب بسيط أنها يعني تجري بأوامر إيرانية مباشرة. هذه الميليشيات التي تقوم بعمليات القتل من يوم 1 أكتوبر منذ عمليات القنص في
صارت من المطعم التركي، وحتى يوم أمس هي كانت تجري وما زالت وستستمر من خلال الميليشيات بشكل مباشر أو غير مباشر. وطبعا هم لا يعترفون، ولكنه صار واضح جدا. الإيرانيين يعتقدون أن هذه المظاهرات، وهي كذلك حقيقة هذه الثورة، جاز التعبير هي الثورة، هذه الثورة تستهدفهم بشكل مباشر، ليس فقط لأن الشعارات أو جزء من الشعارات تستهدف إيران وإخراج إيران من العراق أو حرق السفارة أو حرق القنصليات الإيرانية في النجف وكربلاء، ولكن لأن أهداف الثورة بشكل عام بالإصلاح السياسي أو إنهاء النظام السياسي القائم هو يمس بالصميم وبشكل جوهري مصالح إيران في العراق، بل ويطردها من العراق. العراق بالنسبة لإيران عنصر حياة أو موت، يعني هو خط الدفاع الأخير بالنسبة للاستراتيجية الإيرانية، وبالتالي إيران مستعدة أن تخطر لبنان وسوريا واليمن ولا تخطر العراق. على هذا الأساس هناك سمات في الدفاع عن مصالح طهران من خلال هذه الميليشيات، وهذه السمات الآن هي وصلت إلى مراحل قتل بالبيكيسي، يعني هم بدأوا بقنص وصمت، بعدين وصلوا إلى السكاكين والسلاح الأبيض، الآن بعمليات رمي مباشر. هذه ممكن راح تأخذ أيضا طابع مماثل وربما يتطور ويتصاعد. هذه القضية لن تنتهي، هناك تعاقب بالمصالح مباشر وشديد جدا. الآن أصبحت المظاهرات خصوصا بعد انتشارها واستخطافها التأييد الدولي أصبحت الآن عنصر تهديد خطير، وإحنا باليومين الماضيين اليوم أمس تحديدا بعد العقوبات اللي فرضت على أربع أشخاص منهم ثلاثة من زعماء الميليشيات. نعم. هذه كانت رسالة إنذار لإيران، في نفس الوقت كان هناك صواريخ نطت على قواعد بها أمريكان، وهذا أيضا كان هل تعتقد دكتور أن هذه إضافة أو إدراج قارة الميليشيات على قوائم الإرهاب أو العقوبات الاقتصادية ستكون رادعة أو على الأقل تخفف من غلواء واندفاعة يعني قارة الميليشيات في سفك مزيد من الدماء في من المتظاهرين؟ لا لا طبعا أكيد بالتأكيد هؤلاء يعني أبو مهدي المهندس يعني متهم بالإرهاب عثماني، فلذلك لكن هو الآن يحظى بمنصب رسمي ويعني له كلمة في العراق أكبر من كلمة رئيس الجمهورية. نعم أنا أعرف ذلك، لكن حتى الأمريكان يعرفون، بس هي القضية قضية رمزية وفيها نوع من الحرب النفسية والتهديد الرمزي، بمعنى أنه إحنا بدينا نستهدف بشكل الآن ناعم رموز إيران وحتى تعاملهم الداخلي راح يصير. لكن دكتور في حيثيات بيان الخزانة الأمريكية في فرض العقوبات على قيس الخزعلي وهو زعيم ميليشيا ضمن ميليشيا الحشد التي هي مؤسسة أمنية عسكرية الآن ضمن الدولة العراقية وفق يعني برلمان أقرها، يقول البيان أن هذه العقوبات ملزمة للحكومة العراقية يجب أن تنفذها. هذا اللي قلته. نعم. يعني هم الآن بدأوا يعني جانب إحراج الحكومة العراقية بالتعامل مع هذه العقوبات، ولا ننسى حتى العقوبات البسيطة التي تبدو رمزية هي قد تكون مؤثرة على الصعيد السياسي وربما حتى الاقتصادي بالمناسبة. يعني على الأقل مثلاً بالنسبة لحزب الله في لبنان، نعم، كيف الآن جرى تجفيف منابع تمويله أو محاولة تجفيفه بحيث أصبح يعني طبعاً لبنان كل الشؤون اقتصادياً حتى حزب الله يشل. نعم. المهم القصد أن هذه العملية قد تمتد وربما تصاعد، إيران مستعدة للوصول إلى مرحلة نعم خلق الفوضى الكاملة بالعراق، والفوضى هي خيارها الأخير بالمناسبة. نعم. من أجل بقائها، وأمريكا تريد ذلك أيضا. نعم. كي يكون لديها المسوغ للتصعيد مع إيران وربما أيضا لأسباب طبعا داخلية تتعلق. نعم. بوضع ترامب وعلاقته بالكونغرس. نعم. نعم. دكتور رافع الفلاحي، هذا النظام العملية السياسية حظيت بدعم غير محدود في العراق
من قبل القوى الدولية، من قبل الإقليم، عرب، عجم، كل القوى الدولية كانت تدعم هذا النظام حتى وهو يمارس جرائم إبادة، التطهير الطائفي، تطهير عرقي، تغيير الهوية، تحدث عنها دكتور لقاء مكي. هل تعتقد أن هذه القوى الدولية الآن ممكن أن تعيد النظر في مواقفها من هذا النظام الذي يجزر المتظاهرين، قد تهدده بإيقاف هذا الدعم، تغير مواقفها، تتوقف أمام منظومة ميليشياوية تقتل في جهارا نهارا أمام عدسات الإعلام والتلفزيونات؟ متوقع جدا. يعني هذا التأييد الإقليمي والدولي طوال هذه السنوات جاء لأسباب كثيرة. أول سبب لأنه الهراوة الأمريكية، وأمريكا هي التي احتلت العراق، وهي من أقامت هذا النموذج، وهي من قالت أن هذا النموذج الذي أقمته وصنعته نموذج ديمقراطي، سيكون منارة في المنطقة، سيكون نموذج، هكذا تحدثت. فبالتالي الدول شئنا ما بين أمريكا هي القوة رقم واحد في العالم. الآن أمريكا غيرت من موقفها تجاه هذا النظام الذي صممته؟ نعم بالتأكيد. الآن أمريكا سواء من خلال نظرتها إلى إيران والتغيير يعني نظرتها للعراقيين، هذا حال موجود، واقع الحال. فبالتالي عندما ترى هذه الدول، أنا أقول هناك عاملين، يعني هذا العامل اللي تحدثت عن أمريكا إضافة إلى مصالح كثيرة لدول إقليمية ودول يعني منظومة دولية مع هذه الحكومة ومع الحكومات التي جاءت من عام 2003 النفط وغيرها، مصالح كثيرة، لكن هذه لن تقف يعني عائقا عن إبداء الرأي أو اتخاذ موقف إذا ما رفعت الهراوة الأمريكية شيئا فشيئا. الآن عندما تجد هذه الدول، عندما تجد الاتحاد الأوروبي، عندما تجد الأمم المتحدة اللي كل العالم يعتبرها دائرة تابعة للخارجية الأمريكية، عندما تجد هذه المنظومة، تجد أن الولايات المتحدة بدأت تتحدث بلغة أخرى، تتحدث بانتقاد. الآن هذا الإحراج الكبير لهذه الحكومة، هذا نيل من الحكومة، نيل من هذه العملية اللي كلها تعتمد على ميليشيات، وميليشيات الآن ضمن قوائم العقوبات الأمريكية، وهذه القائمة يقال إنها فيها أسماء كثيرة ستأتي تباعا، الأمريكان هكذا يقولون. وحتى أن لم تأتي، وجود هذه النماذج قيس الخزعلي وشقيقة وغيرهم، هذه ومسؤول الأمن الميليشيات ومن يرشي ومن، هذه كلها جزء من منظومة واحدة تؤثر على هذه الحكومة، تؤثر على العملية السياسية، على قواها كيف ستتعامل، هل تسحب منها الشرعية إذا ما استمرت في التعامل مع هذه، وهي تعتبرها يعني المسؤولين العراقيين يزورون قيس الخزعلي ويستقبلوه ويعتبروا واحد من قادتهم ويتكلم يعني بشكل علني في المحطات الفضائية الحكومية ويهدد ويرسم سياسات ويتكلم عن عملية سياسية ويحدد الصح والخطأ في الدولة وفي الحكومة، هل ستستمر هذه الحالة؟ لن تستمر. الآن الأمريكان يهددون على الحكومة العراقية أن تتخذ إجراءات، هذا كل جزء من إحراج. هذا ولد أيضا بالعالم رؤية أخرى، إذا كانت أمريكا صاحبة هذا المشروع الآن تنتقده بهذا الشكل، وبدأت تنتقد القائمين عليه، وتقف شيئا فشيئا مع شعب يريد حريته، يريد استقلاله، يريد الخلاص، يريد وطنه. فبالتالي التغير، وربما هذا التغير في الاتحاد الأوروبي، في دول كبيرة في الأمم المتحدة، سيسبق كثيرا الولايات المتحدة، وسيجبر حتى الولايات المتحدة إلى أن تصعد موقفها ضد هذه الحكومة استجابة لهذا، لأنه لا تستطيع الآن أن تتراجع وثبات هذه الثورة على الأرض. ما دام هذه الثورة ثابتة على الأرض، نقطة مهمة دكتور، اسمع لي، لن تستطيع الولايات المتحدة. أشكرك دكتور عبد الحميد العاني، هذه نقطة مهمة. ما هو المطلوب من هذه الثورة والتظاهرات حتى تبقى ممسكة بهذا الاهتمام الدولي الكبير واللافت؟ هذا منجز طبعا، وربما تطويره في مراحل لاحقة ليترجم إلى خطوات عملية، التي هي أهداف التظاهرات، أهداف الوطنية التي خرجت من أجل هذه التظاهرات وسفك من أجلها الكثير من الدماء الغزيرة. نعم، يعني ربما هنا أيضا يتعلق هذا الإجابة على هذا بما ذكره
الدكتور لقاء والدكتور رافع قبل قليل، حقيقة الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لثبات هؤلاء المتظاهرين هو الذي أثر وجعل هذا التغير الدولي، الموقف الدولي تجاه هذه التظاهرات، نعم. حيث أنهم فرضوا أنفسهم. لكن ما هو المطلوب؟ المطلوب أشرت ربما قبل قليل هو إدامة زخم هذه التظاهرات، التوسع فيها، توسعتها، الثبات على المطالب وفاء لهذه الدماء التي سقطت، وال يعني آلاف الجرحى الآن، مئات الشهداء سقطوا، وفاء لهم المحافظة على هذه المطالب وعدم القبول بالحلول الترقيعية، لأن الحلول الترقيعية معناها ليس فقط عودة الفساد، وإنما سيكون هنالك إساءات أكبر وانتهاكات أكبر من هذا. ثانيا ربما أيضا أشرت قبل قليل إلى أنه هنالك يجب أن يكون خطوات لاحقة اللي هي خطوات السياسية، لابد أن ننتقل انتقالة حقيقية، أن يكون هنالك تلاحم حقيقي بين القوى الوطنية الموجودة في شتى أنحاء الوطن العراقي وهؤلاء المتظاهرين، تنسيقياتهم، هنالك يكون انتقال من التنسيق، الآن موجود تنسيق، الانتقال من التنسيق إلى بناء كيانات سياسية أو جبهة سياسية حقيقية تكون لها وجود حقيقي معبر عن هذه المطالب وقادر على رسم خارطة الطريق للمستقبل لما يصبو إليه الشعب العراقي إن شاء الله تعالى. دكتور لقاء مكي، ما هو المطلوب من المجتمع الدولي طبعا ممثلا بالأمم المتحدة تجاه التظاهرات في العراق ليثبت نزاهته، مهنيته، موضوعيته أيضا؟ وربما يعني هناك أيضا من يحمل هذا المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة جزء من الكارثة التي حلت في العراق بالصمت، بالتواطؤ، بموقف لم يكن يعني موقفا قويا تجاه قضية احتلال العراق وإقدام الولايات المتحدة على غزو عام 2003. ما هو المطلوب منا؟ والله أعتقد أن المطلوب من المجتمع الدولي وتحديدا من المنظمة الدولية تطبيق القانون الدولي. نعم. يعني احنا نتحدث عن قوانين دولية حول حقوق الإنسان، الأمم المتحدة مسؤولة عن تنفيذها، وبالتالي يعني ليس مطلوبا أكثر من أن تنفذ هذه القوانين في العراق. هذا من ناحية. من ناحية ثانية على الأمم المتحدة أن تراعي بشكل واضح وحقيقي الاعتبارات القيادة الوطنية بالنسبة للعراق والتدخلات المباشرة لدولة مجاورة له في شؤونه الداخلية. والأمر الثالث أن الأمم المتحدة التي كانت جزء مهم من عملية ترتيب أوضاع العراق ما بعد الغزو الأمريكي عام 2003 وما زال لديها موفد رسمي يمثل الأمين العام وتنظيم كامل في العراق باسم يونامي، هذه المنظمة يجب أن تعرف بأن الميليشيات المسلحة أو السلاح خارج الدولة تحت أي غطاء كان، أي غطاء موافق عليه من البرلمان غير البرلمان، هذه الميليشيات تعيش فسادا وتعمل باسلوب الاصابات. وهذا ما قال دكتور، خليني ايضا اقاطعك سامحني، السفير الكندي في العراق اليوم او يوم امس اسمه أولريك شانون يقول كيف نعيد استقرار العراق والدوله تسمح بانتشار مجموعات مسلحه وميليشيات تمثل اجندات خاصه؟ يعني الان هذا واحد من الشواهد. انا اعتقد ان الامم المتحده تعرف الاسخار، تدرك جيدا ذلك ومن سبقها كذلك. طبعا انا ربما اتفهم ان الامم المتحده وممثل الامين العام يريد ان يعني لا يريد ان يثير مشكلات، يجب ان يكون قريب من كل الاطراف كي يستطيع ان يقوم بعمله. هو ما جاي حتى يحارب، لكن ايضا الان في مرحله، هذه مرحله فاصله، مرحلة جوهرية في تاريخ العراق وفي تاريخ الأزمة في العراق. إن كانت الأمم المتحدة لها صوت وتدخل قوي، فينبغي أن يصل إلى حدود تجنيب العراق الانهيار الكامل نحو الفوضى. أنا أقول بصراحة أن الخيار الأخير لإيران إن شعرت أنها في طريق النهاية المتحدة في العراق أنها تقوم بنشر الفوضى بأي طريقة، من خلال العنف، من خلال العنف الأقصى، سواء بالتفجيرات، بعمليات القتل، بقصف القوات الأمريكية واستتباع رد أمريكي على الأرض العراقية. حين ذاك
سيتسنى لإيران على الأقل أن تبقى، لأنه لن يكون هناك حكومة تطردها، يعني حكومة أقصد منتخبة حقيقية مشرعية من أبناء البلد. إيران هذه فرصة للمجتمع الدولي سواء الأمم المتحدة أو المجتمع الغربي أو حتى الدول العربية، هذه فرصة ويعني قد تكون الأخيرة، يعني زمن لم يعد لصالح أحد، يجب إنقاذ العراق. شكرا دكتور، أعتذر منك. نعم شكرا دكتور، آسف الوقت انتهى. طبعا في نهاية هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ناقشت ردود الفعل الدولية الإيجابية تجاه التظاهرات في العراق، لم يتبقى لنا في ختامها إلا أن نشكر ضيوفنا هنا في الاستوديو، الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وضيفنا أيضا من العاصمة القطرية الدوحة الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور لقاء مكي. وأشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.